مرحبا بكم متابعينا على نسمة لايف في نشرة الأخبار الصباحية. تقدمها لكم ربيب مبروكي مباشرة من استوديو خليل القروي برادس. والبداية مع أبرز العناوين. الزيادة في تعرفة النقل الجهوي والنقل بين المدن وبعض الخطوط الحضرية. تواصل توقف حركة سير القطارات. بداية من اليوم أصحاب المخابز يدخلون في اعتصام مفتوحة. وتسجيل 41 حالة وفاة و584 إصابة جديدة بكورونا في تونس. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. نبدأ نشرتنا الأخبارية ونعلن وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق عن إجراء تحيين لتعريفة التنقل بالنسبة لشركات النقل الجهوي وشركات النقل بين المدن وبعض الخطوط ابتداء من شهر جوان المقبل. وأشار الوزير أنه إثر زيارته لولاية صفاقس لاحظ الوضعية الصعبة اللي تمر بها الشركة الجهوية للنقل بصفاقس مقارنة بالشركات الجهوية الأخرى من خلال تراجع المداخيل وضعف الجاهزية وتهرئة الأسطول. هذا ويتواصل اليوم إضراب أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية دون سابق إشعار بعد التوقف الفجئي لأعوان الشركة عن العمل وإيقاف حركة سير القطارات على كامل الشبكة الحديدية. التوقف الفجئي عن العمل يأتي على خلفية عدم تنزيل الزيادة في منحة آخر السنة ضمن أجرة شهر مارس وجملة من النقاط الأخرى اللي تم الاتفاق عليها في جلسة 17 فيفري الماضي تحت إشراف وزير النقل معز شقشوق. امبارح جيت من 9 وانا نستنى في محطة المترو معايا جوج صغار باش نمشي الرادس تراسيري نعاود نرجع لريانا ولا ثم لا مترو ولا ثم لا ثم لا ترارة حتى شيء مسكر. زدت جيت عاودت جيت اليوم خسرت الركوب والدنيا وزدت كيف كيف نفس الحكاية. عليه هكاك؟ ها؟ عليه؟ والله كنت ناخذ تران وولادي باش ياخذوا التران ما خذيناش التران على خاطر قال لك ما نخدموش وضرب مفتوح. وسألت فماش سيرفيس مينيموم معناها هذا سيرفيس بيبليك كيما سبيطار مثلا قالوا لي حسرة على سيرفيس مينيموم حتى قناس ما عندهم حتى علاقة بالشركة خيان غادي يرجعوا العباد معناها ما فما حتى أوتوريتي في البلاد باش تعمل مثلا شركة كي هذه متاع نقل يفرضوا عليها أن سيرفيس مينيموم إنيا أوكين أوتوريتي في البلاد هذه لا غالب إضراب هذا جا من على الاتفاق اللي صار في نوفمبر 27 نوفمبر 2020 اتفاق ممضى من طرف الوزارة على أساس كونوا باش يعطونا الفارق نتاع منحة رأس السنة وميم طون باش يشوفونا الليني تريز اللي هي شرايين نتاع السكة الحديدية اللي تهز في الفوسفات اللي تعتبر 40% من المدخول نتاع الشركة هذه الاعتصام في جرة الاعتصام في جرة الاعتصام لين الشركة تهرت وبقات تتسلف في الفلوس باش تخلص الشهريات. هنا عندنا اتفاق في نقاط أخرين نتاع دوزي شال نتاع منحة السكن ومنحة كذا هذه من نوفمبر واحنا نتبعوها وكل شهر شهر هذا وكل شهر شهر هذا حتى لين جاء اتفاق نتاع 18 فيفري كنا باش نضربوا يا اخي 18 فيفري اتفقنا على اساس كونوا باش يصبوهم في شهريه مارس شهريه مارس توك تخدمت وما تخدم شيء ما تزاد شيء هذا هو احنا جاوبونا تو نرجعوا تو ما جاوبوناش احنا مواصلين هذا حق نتاع خدامه هذا حق نتاع شركه. ينفذ اليوم أصحاب المخابز بكافة ولايات الجمهورية اعتصاما مفتوحا من مقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وذلك على خلفية عدم استجابة سلطة الإشراف لتفعيل القانون المتفق عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2020 بين وزارة التجارة والغرفة الوطنية لأصحاب المخابز. انتبهوا تصريح رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنينة. الوقفة الاحتجاجية لجميع المخابز كامل الجمهورية ما هيش تونس وحدها وصفاقس وحدها وكامل الجمهورية وكل واحدة جاو منها قاعد الطلب بتاعنا شنو ما نش نقصر الخبز صعب مستحيل قاعدين كوشنا يخدموا واحنا الطلب بتاعنا اول حاجة صار سمعنا بالدعم مش يتنحى وبش يتنحى لحسابنا احنا ما احناش قابلين
راهي الكباش وكله قالت احنا اليوم غدوه كان يطبق القانون هذا باش نسكروا الكوش نتاعنا، ما عندناش لا مجهود لا باش ناخذ، واعطينا فند كوميرس نتاعنا احنا الكوش مزمره فيها 300 400 مليون وفي 10 خدامه. هذه اول طلب. الطلب الثاني، عندنا قانون من نهار 13 نوفمبر خرج جلتو ما طبقوا منه حتى 1%، طالبينهم باش يطبقوه. وعندهم طلب واحد اخر، شنو فيه القانون هذا؟ اسمه القانون فيه ينظم القطاعات تاع المخابز، سواء اللي قرار وزي سواء المخابز العشوائية ولا المخابز احنا ولا مخابز كبير، تنظيم قطاع المخابز هذا يحبوا يطبقوه. انا نحب ينظمني، حتى انا نحب ينظمني، كان عندي غلطات ينظمني فيه ونظم اللي معايا، هذا ما يحبوش يستعملوا خاطر فيه خلل لجماعة عباد اخرين ما يحبوش يطبق، احنا نحبوا يطبق. احنا ناخذ في حصة ندفعوا عليها للدولة فلوسها، واضح. والقرار ماشي كيف يطبق، ماشي ماشي احنا يريقل لنا امورنا في التنظيم به، والفلوس داخله للدوله على خاطر مش نوليو بكنا في الفابريكات. شنو المانع من هذا؟ حبيت نعرف انا شنو المانع كونه ما عمل جاتو، ما عمل بسكوي، ما عمل كيك لي بوان شو، غيره غيره، مهن حره ولا لا؟ ما هي مهن حره ولا علي تاخذ مدعم؟ بالنسبه للبنت المدعم الخبز بقداش قاعده تبيع؟ 230 و190. راهو نحب نلفت نظر، وبالله لفت نظر كبيرة، هل الدعم لا يعرف ميسيرش خلي نعرف خلي نكمل جملتي عايش خويا، خاطر احنا عطينا 6% و10% المرجوع اللي يحكيوا عليه ست في الباقيات 6% به العلبة. المرجوع اللي يحكيوا عليه راهو قاعدين احنا نسبقوا فيه للخدامة باش ما نعطلوش خدامتنا. هذايا نضالنا على الدولة، اذا نضالنا على الدولة كلفوهولنا كي يا خويا نسكروا برا ونقعدوا ديما احنا مناضلين للدولة. تطبيق القانون كيما قالوا ماهوش مزير، تطبيق قانون علينا ولا غيرنا يا خويا. ما تحبش فلوس الدوله اعطيهم لنا احنا، ملا ما دامنا احنا مناضلين ودمنا مصبوب في الاخر تقلي نرفع الدعم على الزوالي راهو عليه، ما تبدا ابدا معاك احنا ارفع الدم تدريجيا على المهن الحره، على المهن المحره تتمتع به على حساب الزوالي يولي فاهمونا وما يسالش يا خويا. وفي خبر آخر، تخلى أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في اعتصام مفتوح بداية من البارح، وذلك على خلفية عدم إمضاء الطرف الحكومي على الاتفاق النهائي لملف 17-18. وفق الوفد المفاوض عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي فإنه تم عقد 4 جلسات مع ممثلي وزارة الوظيفة العمومية، تم على إثرها إعداد 3 محاضر جلسات وكان آخرها محضر اتفاق تعهد الطرف الحكومي بإمضائه وحد التاريخ يوم غد الخميس 24 مارس الجاري كآخر أجال لإمضائه. وشدد أعضاء المكتب التنفيذي على أنه تم التشويش على مسار التفاوض بدعوة تمرير الملف على المجلس الأعلى للأمن اللي من المنتظر أنه ينعقد اليوم. وأوضح أعضاء المكتب التنفيذي أنهم باش يواصلوا اعتصامهم إلى حين إمضاء الاتفاق باعتبارهم أصحاب المبادرة والمشروع. ويذكر أنه عشرات الأمنيين ينفذوا بداية من اليوم اعتصامات في مختلف ولايات الجمهورية. نتعدوا الآن للوضع الوبائي، وين أفادت وزارة الصحة بأنه عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 ارتفع إلى 8610 حالة وفاة بعد تسجيل 41 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم 22 مارس الجاري. وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 584 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 4254 تحليل مخبري، وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 213,505 أشخاص، من بين 246,507 حالات حاملة للفيروس بعد تعافي 399 شخص من هذا الفيروس. وأضافت الوزارة أنه يتم حاليا التكفل ب 1071 مصاب بفيروس كورونا بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 265 مصاب بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 98 مصاب إلى التنفس الاصطناعي. هذا كشفت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصف بن علي أن الوضع الوبائي في تونس شهد استقرار خلال الأسابيع الماضية من خلال تراجع الإصابات الوفيات اليومية، وأكد أن تونس تراهن حاليا على السيطرة على السلالة الجديدة اللي انتشرت في عدد من المناطق وتطويقها ومنع تسببها في موجة ثالثة. وشددت نصف بن علي على ضرورة التسريع في عملية التلقيح، خاصة وأنه
مستوى انتشار السلالة البريطانية ما زال منخفضا، داعية في هذا الصدد كافة المواطنين إلى التسجيل والإقبال على عملية التلقيح دون تخوف من الأعراض الجانبية، قائلة أن عدد المسجلين إلى حد الآن ما زال منخفض نسبيا. دائما مع فيروس كورونا، وفي يومها العاشر شهدت حملة التلقيح المضادة لكورونا إقبال محترم من قبل المواطنين. انتبهوا التصريحات. احنا بدينا الحملة متاعنا تويك عنا 10 أيام من نهار دونك السبت اللي قبل هذا، وبدينا في المرحلة الأولى بمهني الصحة واللي هما في لهيم بالكوفيد، لسيرفيس دو ريانيماسيون، الحالات الاستعجالي، أقسام اللي يخدموا في الأكسجين. بارلا سويت تويكا وعملناها بسبوتنيك، توا جانا الفايزر، وسعنا الحلقة إلى كافة مهني الصحة إذا كانهم بريفي ولا إيتاتيك، ومعهم المسنين اللي هما فوق 75 سنة. الأقبال كان محترم جدا في الأيامات الأخرانيين. وصلنا طبعا نعطيك فكرة على ريانا، نهار الاثنين عملنا 608 تلقيح، والبارح نهار الثلاثة عملنا 580 تلقيح. دونك ثم أقبال، وخاصة اللي عجبني ونحب نشيد به هو أقبال المسنين على التلقيح. شفنا البارح في العشية عدد ما شاء الله من أبائنا وأمهاتنا المسنين، وهذا يروي يحميهم، خاطر هما تعرف اللي هما سنتري فراجيل، ونجم أي إنسان حتى صحيح حامل الفيروس يوصل هو لهم للدار. توا هكا نبدأ مطمئنين عليهم خير برشا، وهنا نحب نأكد بربي نأكد رانا ما نرجع لحياتنا الاجتماعية والاقتصادية العادية إلا بالتلقيح. خلينا الأخرى كيجي استفادية نسيفوا عاديين. نحن التوانسة نحبوا شوية الجو، نحبوا شوية اللمة، ونحبوا وعنا الأفراح برشا. نلقحوا ونسجلوا يا جماعة، خليكم من برشا كلام قاعد يتقال، بالعكس التلقيح هو اللي باش يحمينا إن شاء الله. وراه هنا نحب نستغل زد الفرصة نقول هالمضاعفات اللي يحكيوا عليها ويخرجوا فيها في وسائل هكا التواصل الاجتماعي ما هوش صحيح. نحن كل إنسان تعدى بمرحلة أنه لقح ولده صغار، يعرف اللي كيلقح ولده صغار في الليل تطلع شويه سخانه، ينجم غدوه يبدا كذا. دونك هذا هو اللي يصير، لكن يصير افيك ان بورسنتاج تري 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 فيبل. اذا كان نحن نلقحوا 600 والحمد لله البارح على 580، اون افي دو مابي صغار بالكل، اللي بعد اربع دراج نص ساعه تروح لباس وما عندها حتى شيء وما عادش متقلقه. والله وقت حتى الناس كبار في العمر فوق 90 سنه تبعناهم البارح حتى في ديارهم في الليل، انا نطلب فيهم ونقاهم الحمد لله ولاباس ما ثم حتى شيء. دونك اذا كانوا بيتنا وماتنا في 90 سنه ونحمد الله ولاباس، مش نقول لك راهو معناها راهو ينجم على واحد على 1000 على 10000 يعمل هكا كيلكو زيفي سكوندير. اما بنال ما شفناش حاجه اللي عفانا لها اختيار. نمشيو الان لقبة البرلمان ونتابعوا اخر مستجدات المجلس مع الزميل مكرم السعيداني، مبعوث نسمة الى مجلس نواب الشعب. مرحبا بك مكرم. نعم ربيب، تحية ليك وتحية لكل مشاهدي قناة نسمة. إذا نحن في مجلس نواب الشعب كالعادة في مواكبة لمختلف الأشغال والأنشطة تحت قبة البرلمان. إذا استؤنفت الجلسة العامة اليوم للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين. تمت المصادقة صباح اليوم على مشروع القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، والآن انطلق النواب في مناقشة زوز مشاريع قوانين المتعلقين بإتمام وتنقيح القانون الأساسي عدد 50 سنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. لكن البارح يعني الجلسة العامة شهدت تشنج كبير بين النواب بعد تعمد عدد من كتلة الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة. إذن تنديد كبير وواسع من قبل مختلف الكتل البرلمانية اللي هنا في مجلس نواب الشعب، من بينها كتلة قلب تونس اللي دعت إلى تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في جميع الملابسات التي تهدف إلى تعطيل الجلسة العامة طيلة الفترة النيابية الحالية. كذلك كتلة حركة النهضة وعلى لسان رئيس الكتلة عماد الخميري دعت إلى تدخل النيابة العمومية لإيقاف هذه الممارسات. كذلك العيش الزمالي عن الكتلة الوطنية قال إنه الهدف من تعطيل الجلسات العامة هو ممكن حل البرلمان. وفي المقابل انعقد مكتب المجلس البارحة بشكل استثنائي للنظر في ضمان استمرار
استمرارية عمل المجلس واتخذ جملة من القرارات، من بينها القرار المتعلق بمنع حضور النائب عبير موسي من الجلسات العامة طيلة 3 جلسات عامة متتالية. احنا باش نرجع بأكثر تفاصيل حول القرارات واجتماع مكتب المجلس البارح. ينضم لي مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب. سي ماهر مرحبا بك على قناة نسمة. مرحبا ومرحبا بجميع متابعي قناة نسمة. إذن سي ماهر، البارح انعقد مكتب المجلس بشكل استثنائي وتم اتخاذ قرار من نجم نقوله غير مسبوق أول مرة. القرار هذايا في أي ظروف وعلاش اخترتم القرار هذا بالذات؟ السيد الكريم، كنت أستمع إلى تقريرك الشافي والضافي كالعادة. قناة نسمة دائما قريبة من الشعب ومن العائلة ومن البرلمان، أعلى مؤسسة دستورية في البلاد. أهم شيء اليوم، البارح 23 مارس 2021، الساعة 12، اليوم 24 مارس 2021. ما الذي تغير؟ احنا الشعب التونسي الكل من خلال التلفزيونات ومن خلال النقل المباشر شاهد من كان متسببا البارحة في تعطيل أهم مؤسسة دستورية في البلاد، وعنده سنة ونص هو يعطل في عمل المجلس. اليوم الطرف هذا أو الكتلة هذه، وهي كتلة ما يسمى بالدستور الحر، وأنا يحزنني أن أقول ما يسمى، لأنه كل ما هو دستوري وكل ما هو حر لا يحب الخير إلا لتونس، وما كل ما هو دستوري وكل ما هو حر يؤمن بالعمل ويؤمن بالمؤسسات ويغير من خلال المؤسسات من خلال احترام القانون والنظام الداخلي. اليوم النواب جاء، مجلس نواب الشعب يعمل بسلاسة بيسر، السيد الرئيس موجود يستقبل في الضيوف، يقوم بواجبه الدستوري. للحقيقة الكتلة متاع الدستور الحر، وإحنا نحبوها ديما تحضر وديما تشارك وتقدم مبادرات. أنا على الهواء مباشرة نسأل ماذا قدمت هذه الكتلة، ما هي المبادرة التشريعية اللي قدمتها لخدمة الناس، ما هي لجنة التحقيق البرلمانية ومن حقها ككتلة معارضة باش قدمها باش خدمة الناس، ملف فساد كذا، ما هو السؤال الشفائي اللي قدمته هذه الكتلة، ما هو السؤال الكتابي قدمته هذه الكتلة، ما هي اللائحة لمصلحة تونس قدمت هذه الكتلة. لا شيء غير التعطيل والصياح والتشويش. هذا المجلس وقف من يوم 18 مارس وبالأمس، وقرر أنه يأخذ الأمور بجدية أكثر باحترام القوانين وأنه يطبق. السيد رئيس مجلس نواب الشعب البارح أذن لعدل منفذ بإجراء معاينة بالتجاوزات الكل، واليوم كلف محامي مجلس نواب الشعب للقيام بشكاية لدى السيد وكيل الجمهورية على كل التجاوزات حصلت البارح. هذا أولا. اثنين، سيد رئيس مجلس نواب الشعب يعني تنفيذا لقرار المجلس أصدر منشور بمنع كل الآلات بخلاف آلات التصوير وكذا اللي ميغافون. معقول ميغافون في وسط مجلس؟ هذا معناها ما شفناش في حتى برلمان في العالم. فالأمور الآن هادئة ونناقش في مشاريع القوانين، صوتنا وناقشنا ومعناها تعدت المشاريع الآن قوانين اللي تهم محكمة دستورية، والأمور ماشية بيسر ورب يحفظ تونس. يعني سي ماهر، القرار يشمل فقط رئيسة الكتلة أو الكتلة كاملة؟ وهل هو قرار بمنع الحضور أو منع التدخل والتصويت؟ هو رئيس الكتلة البارح السيدة رئيس النائبة الأولى لمجلس نواب الشعب لرئيس مجلس نواب الشعب نبت عليها تنبيه أول تنبيه ثاني، وبالتالي منعت من الكلام إلى آخر الجلسة العامة البارح. القرار تطبيق الفصل 131 هي تمنع من الحديث والكلام لثلاثة جلسات عامة، ونتيجة تصلفها وعدم امتثالها للمثول أمام المجلس كما يقول القانون معناها في الأجل المرسوم لها، سيقع اتخاذ كل القرارات المناسبة وبالقانون اللي تمنحها من أي تشويش أو تعطيل لأعمال المجلس. سي ماهر، في حال وقع التصعيد يعني هل ثم إجراءات معناها أخرى ممكن يتخذها البرلمان؟ البارح فما شكون حتى حكى على ممكن أمن برلماني، ثم مقترح؟ شوف، أهم تصعيد يكون هو وحدة جميع البرلمانيين في تونس، وتقول برلمانيين كل مكونات مجلس نواب الشعب من السيدات والسادة النواب
من الشريك الأساسي اللي هو المجتمع المدني والشريك الأساسي اللي هم الإعلام والصحافة، اللي نحب نتوجه لهم بأسمى عبارات الشكر والتقدير على الجهد، لأن نحن النواب نجيو ممكن الساعة 9 وفات الجلسة العامة الساعة 5، هم يجيو من الساعة 8 وما يروحوا إلا الساعة 8 والساعة 9 بالليل بدون أي معنى، لا إحاطة لا في الإعاشة لا في كذا لا في كذا لا في كذا. اثنين، النواب كلهم انتفضوا ضد هذه العنجهية وضد هذا التصلف. امبارح القرار كان بالإجماع يعني في المكتب، إجماع فقط هي غابت وامتنعت عن الحضور، رغم بعثنا لها مراسلة اس ام اس، رسالة نصية بعثنا لها الإدارة، بعثت لها مراسلة على الإيميل نتاعها الخاص الشخصي الخاص بأعمال مجلس النواب الشعب، وجاها رسالة رسمية وصلها للسيد الكاتب العام، قامت بكل تصلف بعدم احترام للتوانسة اللي تفرج فيها للتوانسة، ومسقت تلك الرسالة اللي هي رسالة رسمية مسقتها على الملا. احنا نقول لكل نائب او معناها نائبة يعني تعمل في مجلس نواب الشعب، راهو التاريخ يكتب، انت تنتصر لما انتخبت له، احنا انتخبنا من اجل العمل ولا شيء غير العمل. اثنين، انتخبنا باش نحقق اهداف ناخبينا. انا نسال السيده عبير موسي على الهواء مباشره ونتحداها، شنو عملت لجهتك؟ شنو عملوا نوابك انت الكتله نتاعك للجهات نتاعهم؟ شنو الاسئله الشفهيه اللي عملوها؟ شنو الاسئله الكتابيه اللي عملوها؟ شنو انت تو عملناه العام معناها وانت رئيس لجنه الطاقه، شنو اللي عملت؟ الناس علاش حسبنا؟ انا نقول لك هذا نسأل السؤال لنفسي ونسأل لكل خيام، راهو الشعب صبر ونفذ على جميع مكونات الطبقه السياسيه، سواء كان رئيس جمهوريه سواء كان رئيس حكومه سواء كان رئيس برلمان، يجب ان يكون هدفنا العمل ثم العمل ثم العمل. ثانيا، احترام الحريات، احترام الحريات، لأن دفعنا الغالي والنفيس من أجل الحريات، واحترام المؤسسات واحترام الدستور. نعم سمح لنا نختم معك فقط، بخلاف يعني إضاعة الوقت وثم مشاريع ذات أولوية في مجلس نواب الشعب، البارح حكيت على خسائر مادية، أنت كل تعطيل لجلسة عامة عنده خسائر. سيد الكريم، من يوم 13 نوفمبر 2019 بدينا إلى البارح، عملنا السنة الماضية 51 جلسة عامة، والسنة هذه تو 42 جلسة عامة، في المعدل يعني 93 جلسة عامة، وهذا معدل ممتاز. ولكن السيدة الكريمة هذه، وديما نعتبرها نائبة شعب ونحترمها ونحترم الكتلة متاعها، لكن أعمالها غير محترمة. هذه السيدة عطلت أكثر من 20 جلسة عامة. شكرا زميل مكرم السعيدين، احنا نخليوك تكمل مواكبتك وتخطيطك داخل أروقة البرلمان، واحنا قاعدين داخل أروقة البرلمان وين عطلت الخلافات والصراعات داخل المجلس العمل البرلماني والأولويات الكبرى للبلاد، نشوفوا التقرير. مرة أخرى شهدت أروقة البرلمان حالة من التوتر والخلافات والمشدد، وين تعثرت أشغال الجلسة العامة يوم الثلاثاء وتم رفعها أكثر من مرة بسبب ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر داخل القاعة أو خارجها، فرفع شعارات من قبل كتلة الدستور الحر تصف فيها مجلس النواب ببرلمان الإخوان، أثار غضب النواب اللي اتهموا رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتعطيل أشغال المجلس. النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال كان أول المحتجين على نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، وقال أنه يرفض أن يقال على مجلس النواب بكونه إخوانيا، وصفا ما يحدث في باردو بالمزايدات السياسية والصراعات الجانبية. أنا كنشوف لافتة لهذا برلمان الإخوان، أنا مانيش إخواني وما نجمش نقبل على نفسي أنه تتحط لافتة كما هك، كرامتي ما تسمح ليش، وكنزيد بالمزايدات السياسية ونتاجروا بالمرأة ونقولوا المرأة لا تهان، كنقولوا المرأة لا تهان يعني ما يسالش نقبل الرجل يهان، احنا التوانسة كل لا تهان.
ومن جهته قال النائب سامي الخليفي رئيس كتلة قلب تونس إنه سيتم التصدي لمحاولة الانقلاب وتعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان وفق قوله. تشويه وتخوين النواب ككل ومنعتهم بالإخوان وغيره هذا غير مقبول وإحنا ما نقبلوش. اثنين، احنا باش نعملوا دعوة إلى إرساء وتكوين هيئة تحقيق برلمانية، معناتها لجنة تحقيق برلمانية، في ملابسات التصريحات والأعمال اللي تعملت مدة عام في مستوى معين يعني في البرلمان وغيره، وفي المنهجية هذه اللي تعملت لضرب المؤسسة وضرب مؤسسات الدولة. وازداد الوضع تشنجا مع اتهام عبير موسي للنائب عن حركة النهضة موسى بن أحمد بضربها لما كانت في بهو المجلس، الأمر اللي أكدته النائب المستقل مريم اللغماني اللي قالت أنه هناك من أعوان البرلمان من أوصد باب قاعة الجلسات العامة لمنع النواب من الدخول، ما أثار غضب النائب منجي الرحوي اللي احتج على ما اعتبره منع النواب من حرية التنقل داخل المجلس. وفي الأثناء انعقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس تم فيه التأكيد على إدارة الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس ومواصلة تعطيل عمل المؤسسة البرلمانية من قبل النائب عبير موسي، كما قرر مكتب المجلس بالإجماع منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة خلال 3 جلسات متتالية، كما تقرر وفق تأكيدات عضو المكتب ماهر مذيوب منع إدخال مضخمة الصوت للبرلمان. وأكد مذيوب أن الخسائر اللي قدرها مكتب المجلس لتعطيل يوم عمل في البرلمان تساوي 121,000 دينار، وبين أنه تم دعوة النائب عبير موسي للمثول أمام مكتب البرلمان لكنها رفضت ومسقت المراسلة الموجهة إليها. هذا وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي طلب قدوم عدل منفذ لمعاينة عملية تعطيل نواب الدستور الحر لسير أعمال الجلسة العامة، وقرر إعلام النيابة العمومية لما اعتبروا تجاوزات من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر. ومن جهتها وصفت النائب عبير موسي قرار مكتب المجلس بالقرار العار ووصلت احتجاجها. يحدث هذا في البرلمان والحال أن الجلسة العامة المعطلة كان من ضمن أشغالها النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية اللي تعد أوكد أولويات المرحلة واللي ظلت معضلة أمام البرلمان طيلة سنوات، واللي من المنتظر أن تعقد جلسة عامة لاستكمال انتخاب أعضائها يوم 8 أفريل القادم. لكن يجمع العديد من النواب أن ما يحدث اليوم داخل البرلمان هو ترذيل ممنهج لصورة المجلس كمؤسسة دستورية، وأيضا تعطيل واضح لأشغاله ولأولوياته الحارقة، على غرار استكمال إرساء الهيئات الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي وتنقيح النظام الداخلي للمجلس، وكذلك ترسانة مشاريع القوانين الأساسية والمبادرات التشريعية الباقية قيد الانتظار. كانت هذه نشرة الأخبار الصباحية، قدمتها لكم رباب مبروكي مباشرة من استوديو خالي للقروي برادس. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا www.nesma.tv.